قبل أن يدخل إلى الحمام يقول دعاء الدخول قبل أن يدخل. نعم. يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول هذا الدعاء قبل أن يدخل. نعم. بسم الله اللهم إني أعوذ بك إني أعوذ بك من الخبث من الخبث والخبائث والخبائث. هو يركي توا كيدور هاغو تيرغاندا. وإذا خرج بعد أن يخرج يقول هذا الدعاء يقول غفرانك. حزنشيل 사용하고 난 뒤에 나올 때는 또 이렇게 두어한다. 구프라나고 두어를 한다. لا يجوز أن يدخل إلى الحمام بالمصحف بكتاب الحديث صحيح البخاري مثلا. 화장실에 들어갈 때는 어떠한 신성한 그런 그 쓸 들고 와서는 안 된다. 예를 들어서 뭐 무스합 우란이나 하디스 책 뭐 이런 것들 종교적인 거와 관련된 것을 들고 화장실에 가서는 안 된다. يقدم الرجل اليسرى عند دخول الحمام. 화장실에 들어갈 때는 왼손부터 들어가 왼발부터 집어넣고 واليمنى عند الخروج. 나올 때는 왼발부터 나온다. لا يمكن أن يقرأ القرآن أو يقول استغفر الله في الحمام. 화장실 내에서는 꾸란을 읽거나 아스타그피룰라라고 이렇게 하지 않는다.